فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقلنا ذلك ما ورد لليهود في كتابهم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي في كتابهم لتفسدن في الأرض مرتين. وهل بنو إسرائيل لم يفسدوا في الأرض إلا مرتين؟ ده لو أنهم أفسدوا في الأرض مرتين ده كانوا حاجة كويسة أوي. إذن لابد أن يكون الأرض المقصودة الفساد الذي في حضانة دخولها في الإسلام. محدش يقول ده كان ينبخ نبخت نصر، نقول له ده وعد وربنا بيقول فإذا، يبقى لازم يجي وكان وعدا مفعولا وقد حدث فعلا، وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال دياره. ولكن أيستمر الأمر كذلك إرادة كونية؟ لا، إنه سبحانه قال بعثنا عليكم عبادا لنا، فما دام يوجد عباد لنا يبقى المسألة ماشية. إن تخلوا عن هذا الوصف يبقوا أنتوا رددنا لكم الكرة عليهم. فكأن الكرة لا ترد لهم، ثم رددنا لكم أي يا بني إسرائيل الكرة عليهم أي على الذين أجلوكم. طب ليه تجعل الكر لهم يا رب؟ لأن هؤلاء تخلفوا عن عباد لنا. ما دام تخلفوا عن عباد لنا يبقى لازم يحصل اللي حصل. إذا نحن الآن في قول الحق ثم رددنا لكم الكرة عليهم. إحنا دلوقتي مع اليهود في منطقة إيه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفسينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده، لازم يحصل كده، يبقى ثم رد. ولذلك ما بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم، صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ يبقى لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآن الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جات الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا، دك مننا مش عبادا لنا، جات الكرة. نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليه. الكلام ده بيخاطب اليهود، وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو انت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير اولا؟ النفير هو ما يستنفره الانسان لنجدته لان قوة ذاته قاصرة عن الفعل، تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟
يبقى أكثر نفير ولا لا؟ لأن وراء وياهم أقوى الدولتين العظميين. يبقى أمددناكم بأموال صح وبنين صح، وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول: والله يا يهود إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضو حن ايه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، اكننا حنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضو احنا نلاحظ كده ان البعث الاسلامي والوعي الاسلامي دلوقتي ابتدى، فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فاذا جاء وعد الاخره بعد الكره لكم ليسوء وجوهكم، اشرف حاجه فيكم ايه؟ الوجه، ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. الله، ده تاريخ واضح اهو. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. طب ده انت في المره الاولانيه يا رب ما جبتش سيره المسجد ولا دخول المسجد. اقرا كده: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيره المسجد. طب ما الولي يدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره؟ طب ده دليل على ان المره الاولانيه كان فيها دخول. ام قال لك ايوه، ما هو الدخول كان في الامتداد الاسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد. بس لما دخلنا المسجد مش نكايه في اسرائيل. ليه؟ لان المسجد في ايامها ما كانش تبعها، لانه كان تبع الدوله الرومانيه. فدخولنا في اول مره لم يكن نكايه فيهم، انما هو جايب المره الثانيه اللي هتبقى مين. فإذا جاء وعد أخرى بعثنا وعد الآخرة بعثنا إيه؟ فإذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكرة هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ الكرة اللي لهم خرجتنا من مين؟ لكن هيجي وعد الآخرة فنسوء وجوههم وندخلوا المسجد إن شاء الله كما دخلناه أول مرة. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لأن دخول المسجد هنا لم يكن إذلالا لليهود، لأنه كان تبع المسيحية، تبع الدولة الرومانية. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا. الله، كأن هتمر فترة يبنوا ويعلوا فيه. أمال هنتبر إيه؟ مش بقولوا ليتبروا ما علوا؟ هنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مده يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخره. وانتظار وعد الاخره في ايدنا، ربنا عاملها وعد شرعي. ان عدنا عبادا لله كما كان في المره الاولى سنسوء وجوهه، وسندخل المسجد كما دخلناه اول مره، وسنتبر ما علوا تتبيرا. هنا بقى بعد ما خرجوا من مصر، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: يا موسى خذ القوم بتوعك بني اسرائيل وادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم. وقلنا الكتابه هنا شرعيه ولا كونيه؟ كنا شرعيه بدليل: ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله ايه لكم، ولا ترتدوا على ادباركم. لما يقول له اعمل كذا ولا تعمل كذا، يبقى دي شرعيه ولا مش شرعيه؟ يبقى شرعيه. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ان ارتدتم على ادباركم انقلبتم خاسرين. وتدخلوها ولا ما تدخلوهاش؟ يبقى ما يدخلوهاش بقى، تبقى اذا مش كتابه كونيه، انما هي كتابه ايه؟ ان اطعتم تدخلوا بشجاعتكم كده ومعتمدين على الله والى اخره، عملتوا ترتدوا على ادباركم. كلمه ولا ترتدوا على ادباركم، الانسان حين يواجهه خصمه يواجهه بوجهه.
عايز اخاف منه واشفق وفر منه يعمل ايه؟ يرتد على ادباره. الارتداد على الادبار دي نوعين اتنين. نوع بترتد على الادبار عشان تتحرف او تعمل مكيدة او الى اخره، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة. يبقى معنى الادبار الرجوع على الادبار مش مذموم. فان كنت عايز تعمل حيلة، تعمل فخ، تعمل كماش، ارتد. انما مش مثلا ايه فرار. ولا ترتدوا على ادباركم، يعني مواجه كده وبعدين يرتد على ادباره. يا ترى يرتد على ادباره بان يلفت وجهه الى ناحية دبره يدخل، ولا يرجع بظهره؟ يصح ويصح. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا ايه؟ فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان موقفهم مدام الكتابة شرعية تطاع وتعصى؟ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. الله، طب ده بيقولوا ادخلوا الارض المقدسة قبل ما يدخلوها يقولوا فيها قوم جبارين، مين اللي قال لهم؟ ام قال لك ما هو انت باخد بالك وبعثنا منهم 12 ايه نقيب والنقباء بقى ايه راحوا وشافوا الحكاية وتجسسهم ونقبوا، ما هو نقيب ونقب وشاف ايه الحكاية اللي في البداية دي، فعرف ان فيها جماعة عمالقة كان عنيين بقى من الفتوات. ساعة ما شافوهم قالوا يا اخي احنا هنقدر نواجه دول؟ ده قوم جبارين، مش ممكن ندخل الارض دي اللي كتبها ربنا لنا علينا فيه وهم فيه، لن ندخلها ابدا ما داموا فيه، مش ممكن. الله، يبقوا تخاذلوا ولا لا؟ ارتدوا على ادبارهم ولا لا؟ يبقى لازم ينقلبوا ايه؟ ينقلبوا خاسرين. طيب، قالوا يا موسى، اي الجماعة اللي نقبوا وراحوا شافوهم، ان فيها قوما جبارين. كلمة جبار دي ساعة ما تسمعها قلنا احنا كل المسائل المعنوية متاخدة من محسات. اصل الجبارة ايه؟ النخلة اللي ايد الواحد وهو بيجي يجنها ما تطولهاش. لما النخلة الواحد ايده بتطولها بتبقى ايه؟ دانية القطوف يعني سهل. لما جبارة بقى سحوق كده عالية. وبعد ذلك اخذت من الذي اسعلم على الذي لا يقهر ولكنه يقهر، يبقى اسمه ايه ده؟ اسمه جبار. وقد يكون الجبار مكرها ولكن على الاصلاح. يبقى جبار احنا بنقول المجبراتي، المجبر يعني بيعمل ايه؟ مجبر، يخلع من العظم. طب هو يعني بيمسكك ويلويك كده وان كان بتاعه يكسر لك ويخليك تقول اه، يبقى بيكرهك على الايه؟ على الاصلاح. وده كويس. الجبار اسم من اسماء الله مش كده ولا لا؟ اسم من اسماء مين؟ الله. لان صبحا هو يقهر ولا يقهر، وقد يكرهنا علشان يصلحنا، ويقعد يعمل لنا مش عارف بلاء علشان يعدلنا، مش كده؟ على الاول صفة كمال في الحق، لانه يستعمل جبروته في الخير. يقهر المين؟ الظالمين، يكره المعاندين، يكره المكابرين. طب ودي مش مصلحة الطيبين؟ مصلحة الطيبين. طب ولا يقهر، يبقى لما يكون في صف جماعة يبقى ما حدش يغلبهم، يبقى صفة كويسة ولا لا؟ طب الجبار مذمومة في الخلق ليه؟ لأن جبار بدون رصيد. بدون ايه؟ بدون رصيد. جبار كده عنطزة كلام فاضي كده، وبعدين تلتفت لايه؟ شوية صداع يعملوه وروحوا منيمينه زي الله. تقول له يا اخي بقى جبار يعني تبقى، وبعدين يعمل لك مش عارف فتيوة وبقوله، وبعدين يشوفوه واخدينه على مقالة وبيعملوا مش عارف ازاي ده الدودية ولا التحمر، ونايم عمال يعمل كده ومش عارف، ولا شوية مغص يقوله ببطنه ويجري ويبقى العيال تضحك عليه وهو ماسك بطنه وماشي خايف. الله الله، ايش الجبار؟ ايه يا شيخ روح جبار جبار ايه نواخة. الجبار لازم يبقى لها رصيد. ما تشوفوش في يوم مش جبار. ذاتية، صفة ذاتية له. نعم. وإنا لن ندخلها. ساعة ما تسمع لن دي في فعل اعرف ان دي نفي تأبيدي. وإنا لن ندخلها ايه؟ قالوا يزودها يقول ايه؟ لن ندخلها ابدا. لان النفي ياخد زمن بس طويل، وياخد زمن بس تأبيدي. بس ايه؟ لما اقول لك خالدين فيها يعني زمن ايه؟ طويل. انما لما هو خالدين فيها ابدا يبقى زمن طويل قوي قوي تأبيدي. والفرق بين الخلود بس والخلود التأبيدي ان ده له زمن وقد ينهيه، وده ملوش زمن ينهيه.
قال لك طب فإذا غيي بغاية، قال لك وإنا لن ندخلها أبدا. مسكتم وقال لك ولا ما داموا فيها، تبقى الأبدية هنا إضافية يعني في مدة وجودهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلوا. خلاص كده. هل عناصر الخير في أمم تبقى شر تمنع؟ يقول لك لا، لا بد أن يبقي الحق سبحانه وتعالى في خلقه عنصر من عناصر الخير علشان يفضل الخير برضو ما ينطمس. فقال لك وإن وقفوا هذا الموقف وقالوا كده، إلا أن قال رجلان من الذين إيه يخافون، أي يخافون عقوبة الله في أنهم ينكصوا عن الأمر، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. برضو هم ما فهموش عن الله. طب يقول إيه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، مش بالله كان مجرد دخول ده حيمكنهم، ده هو إيه لهم كتب لكم ادخلوه. فالنوت دول فهموا بقى، اللي هو كالب ويوشع ابن نون، واحد من سبط يهوذا وواحد من سبط إفرايم اللي هم ابن يوسف، فهموا الحكاية. قال لك ربنا قال إيه كتب الله لكم، وما دام هو ربنا كتبها يبقى عايز بس منا ايه، ها عايز بس منا يعني يعني سعي كده شويه اننا نروح بس كده عشان يبقى لنا بس الله. وهو الانسان حين يامره الله بعمل من الاعمال، طب ما هو يكفيه ان يتوجه بالعمل اتجاها والمعونه من الله، مش كده؟ ما هو ربنا عايز منا ايه؟ ده هو عايز وحتى بقولك لما تتقرب لي، ان تقربت الي ايه شبه اتقرب لك ايه زراع، وان تقربت لي زراع اتقرب لك باع، وان جتني تمشي اقول لك لا خليك مطرحك انا اجي لك جاري يعني. الله، لانك انت المشي يمكن يتعبك، بس عوز انت انك تجيني، عوز انك انت تجيني اقول لك لا بس خليك وانا اجي لك انا. وان جاءني يمشي اتيته ايه اتيته هروله. فالمسألة بس يعني 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 بس علشان يبقى العمل لك، ما هو من عظائم فضله عليك ان فعل ونسب اليك، فعل ونسب لك، فهو مش عايز منك الا النيه. هو عايز منك الا النيه ابدا. طب ايه اللي بالله انت عايز تقتل عدوك ورحت ماسك السيف؟ طيب قول لي بقى كده، امسكها وحللها من اولها لاخرها، السيف اللي انت ماسكه ده عملته منين؟ من الحديد؟ الحديد ده جبته منين؟ جبته من الارض، والارض ربنا قال وانزلنا الحديد فيه باس، ده هو اللي منزله برضه. وبعدين علمني ان النار تسقيله ومش عارف ايه وبتاع، علمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم. طب بالله ساعه ما جيت تقبض على السيف، انا اريد علماء وظائف الاعضاء يحددوا للانسان ساعه ما يجي يمسك حاجه باي العضلات، اي عضله يامرها عشان تفعل. طب ايه عضله ايه اللي تامرها عشان تمسك السيف؟ ما انتش عارف العضلات اللي تمسك هي ايه، ولا انتش عارف تأمرها ازاي، لكن ده بمجرد ارادتك ان تمسك تريد ان تمسك تروح ماسك. ايه اللي طب عملت ايه عشان تمسك؟ طب قول له امشي لي خطوة، قول له باي العضلات بدأت علشان تمشي الخطوة دي ازاي؟ طب ده انت لما بتعمل حاجة آلية زي الدراع اللي بيعملوه آلي ده في عشان يعمل اي، شوف كم مفتاح عشان تحرك طب انت بتحرك ايه عندك؟ مجرد الارادة منك انت تقوم تلتفت تلاقيك قمت ازاي؟ عملت ايه؟ مشيت ازاي؟ طب حركت ايه في بدن؟ ما تعرفش. تقوم تقول له اذا كانت ارادتك تفعل بمجرد ان تريد، فلا تريد من خلقك ان يفعل لمجرد ان يريد؟ على طول ده مديها لك انت، مديها لك انت بتعمله، ولا انت عارف تتحرك ايه ولا انت عارف تعمل. طب امسك القلم كده وقول لي اي العضلات في جسمك عشان تمسك القلم المسكه اللي انت ده، مجرد ما تعوز تمسك القلم تمسكه. الله، بقى مديك اراده بمجرد ما تعمل هي اللي تعمل، ولا انت داري هي ايه اللي حصلت؟ انت اشتهر اهو هو كده. يبقى لما يكون مريد يفعل ولا ما يفعلش؟ يبقى يفعل اول. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما باستذكار الفهم عن الله، لأنه ما دام كتب الله لكم يا ناس ادخلوا بس، وهو على طول كده تدخل
احنا قلنا بس ساعد الدعاء بشويه ايه، مش قلنا مش الولس الام قالت ايه، بتقول بيقول لها يما ادعي لي ننجح، قالت له يا ابن هدعي لك بس ساعد ساعد الدعاء بشويه مذاكره، بس ساعد الدعاء بشويه ايه شويه مذاكره بس عشان تبقى يعني حتى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما فكأن الخوف من مخالفة امر الله نعمة والفهم من الله عن عباراته نعمة. ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه، الله مش قتلتموهم تغلبوهم، ده بمجرد الدخول، بمجرد الدخول هتلتفت زي ما قلنا نصرته بالروح بكده وقاعدين كده، لان ساعه ما يكونوا جماعه جبارين وبعدين يشوفوا شويه جماعه كده. ده لما عملوا اساطير حول هذه القصه يقول لك ده فيه واحد منهم اسمه عوج، راح لقى الجماعه دول، ما قال الجماعه اللي جايين يدخلوا علينا البلاد دول اما نروح نشوفهم ايه، وكان رايح يجيب فاكهه، قام خطف منهم اتنين قالوا بيقولوا حطهم في كمه ويا شوية فاكهة جايبهم من الجنينة للريس بتاعهم، وبعدين دخل عليه قال له الجماعة دولي جايين عايزين يدخلوا علينا الباب، قال له عمل كمه كده نطرهم قدامه، يعني شوف المبالغة قد ايه انهم يعني قال فإذا دخلتم عليهم مجرد الدخول فإنكم ايه؟ فإنكم غالبون. بعض المفسرين قال وقال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافون يعني البنو اسرائيل يخافوهم، يبقى اللي قالوا من مين؟ مش من بني اسرائيل، لا من اللي بيخاف منهم بني اسرائيل. قالوا لهم ما تنغروش بالاجسام، دول جنود ربنا بقى، ما تنغروش باجسامهم دول ولا بكبرهم، ده بزقه كده وبصه يفروا من قدامكم. من مين دول بقى؟ الاولانيين يبقوا من بني اسرائيل، ان كان على التاني يبقوا من مين؟ من الاعداء نفسهم. ما تتغروش، يبقى ما يعلم جنود ربك الا ايه؟ الا هو. وقال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ما تقعدوش تحسبوها بقى بالكمبيوتر وتقولوا احنا كام وهم كام ومعنا ايه وما معناش ايه واحنا الواحد منا وزنه قد ايه بالنسبة لما تحسبوهاش كده، احسبوها ايمانيا، احسبوها ايه؟ ايمانيا، بان معكم الله وان تنصروا الله ينصركم وان جندنا، حطها ديا وياك في الكفة بتاعت قوتك. فتوكلوا ان كنتم مؤمنين بحق توكلوا. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، يعني الخلاصة ما تتجعش دماغك ويانه، مش هي معناها كده، هي بالفلاح كده ما تتجعش دماغك، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إن كنت مصر اذهب أنت وربك فقاتلها. يا هو على السخرية، يا هو على الاستهزاء، لكن ليه ما قالوش أرنا الله جهرة؟ طب ما هو برضو قالوا أرنا الله جهرة، اللي يقول كده ما عبدوش العجل، طب ما هو عبد اللي يقول كده ما يقولش كده ولا لا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا ايه قاعد. ماذا يقول موسى؟ قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، انا لا املك الا ايه نفسي واخوه. كان مملوك له ليه؟ لانه اصل مرسل زي مرسل زي، مش واخي هارون هو ارسله معي، ما يبقى مرسل زي ولا لا؟ يبقى يعني ما وثقش في حد من المرسل اليهم ابدا. قال لك انا تجربتي معهم ما امنش على اي واحد، وحتى ولا يوشع ابن نون ولا كالب ولا حد، ما حب حتى الرجلين اللي قالوا كده برضو ما ايه ما حسبهمش. قال لك لان انهم قلب. قال له يا رب انا هتكلم واك بقى اهو، انا لا املك الا نفسي واخي. انفس اخيه مملوكة له او لا املك الا نفسي واخي كذلك لا يملك الا نفسه. المهم هم اثنين. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي، وهم كما سمعت لن ندخلها ابدا ما داموا فيها،
يبقى اذا انا وهم مش هنلتقي، فافرق افصل بيني وبينهم. يا سلام، بيننا وبين القوم الفاسقين، افرق بيننا وبين القوم الايه الفاسقين. الحق سبحانه وتعالى في التعبير الادائي للقرآن بيجيب الاشياء اللي ممكن تحتمل ان يرق قلب واحد من اتباعه على انه يشيخ وانا وياك، لما يسمعه كده يقول لا رب اني لا املك الا نفسي واخي، ويقولها كده ما يمكنش حد بقى من الناس الكويسين يقولوا له يا شيخ واحنا وياك، فيصح ان حصل كده. ولذلك قال ما قال ايه افرق ايه بيننا وبين القوم الفاسقين، ومعنى فاسقين كما قلنا زمان الذين خرجوا عن منهج الطاعة لله، من فسقة الايه الرطبة، رطبة لما ترطب البلحة لما ترطب تقوم يحصل ايه جلده يتسع على حجمها تقوم تنفذ الرطبة من الجلد، يبقى فسقت الرطبة يعني خرجت من ايه من جلده. وكأن الجلد ده هو منهج الله الذي يحيط بالانسان عشان يصونه، يوم لما يفسق يبقى يخرج عن ايه عن قانون الصيانة. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يبقى الإجابة في الفرق أنها محرمة عليهم 40 سنة. العلماء جم محرمة عليهم التحريم مدته 40 سنة، ولا قال فإنها محرمة عليهم خلاص؟ ليه؟ لأنهم تأبوا أن يدخلوها. ولذلك كل الذين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فينا ما حدش منهم عاش إلى أن دخلوها. قال لهم والله لم صدقكم في الحكاية دي، ما حدش يدخلها. وبعدين 40 سنة مش قال محرمة عليهم 40 سنة، لا قال فإنها محرمة عليهم خلاص الكلام انتهى. 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الايه في الارض. طيب يا ترى تحط 40 دي ظرف لمحرمة ولا تعملها كلام مستأنف؟ 40 سنة يتيهون في الارض، التيه